السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم مجلة الأسرار. أنا سعيد وسعيد أيضا بلقائكم في هذا الفيديو. في هذا المقطع سوف أتحدث عن الخطوات التي يمكنك عن طريقها أو بتطبيقها أن تستيقظ باكرا بسهولة وبنشاط وتشعر بالسعادة بطبيعة الحال. الكثير منا يتجاهل هذا الأمر، إلا أنه من أهم الأمور التي يجب عليك أن تقوم بها لكي تعيش حياة رائعة. فديدن الأثرياء في هذا العالم هو الاستيقاظ باكرا. لن تجد أي شخص حقق نجاحات كبيرة في هذا العالم إلا وأنه يستيقظ باكرا إلى حد الساعة. هذه من بين النشاطات التي يقوم بها الأثرياء، ومن بينها أيضا قراءة الكتب. قراءة الكتب هي ديدن الأثرياء، أنهم لا يشاهدون التلفاز والكثير من الأمور التي نجهلها عن الأثرياء والناجحين وكيف وصلوا إلى هذه النجاحات. فنحن لا نقتدي بهؤلاء. وهناك الكثير من الخطوات التي يجب عليك أن تطبقها لكي تستيقظ باكرا، من بينها تجنب النوم في ساعات متأخرة من الليل. أول خطوة عليك أن تقوم بها لكي تستيقظ باكرا هو النوم مبكرا. أقول مبكرا وليس باكرا. إذا أردت أن تستيقظ حقا مع توقيت الفجر فعليك أن تنام في وقت قابل الوقت الذي ينام فيه أغلب الناس، لأن أغلب الناس لا يصلون صلاة الفجر، وبصلاتك لصلاة الفجر سوف تربح وقت كبير قبل الذهاب إلى العمل أو قبل الذهاب إلى الجامعة أو المدرسة أو أيا كان. ثاني خطوة وهي أن تتجنب استخدام الأجهزة، من بينها الهواتف، الحواسيب اللوحية، وكذلك الحاسوب المكتبي أو اللابتوب، لأنها تنسينا الوقت وتدفعنا للاشتغال بأمور كثيرة وبذلك لن ننام باكرا. الشيء الآخر الذي يجب عليك أن تتجنبه هو استخدام الإنترنت في الليل. إذا استخدمت الإنترنت وبالخصوص الفيسبوك فإنك فاعلم أنك سوف تقضي وقت طويل جدا ولن تنظر إلى الوقت، بمعنى لن تشعر بأن الوقت يمضي، وبالتالي بعد لحظة سوف تجد أنها مرت ساعة وساعتين وثلاث، وستجد أنك لم تنم إلى يعني الثالثة صباحا أو الرابعة صباحا. وأنا شخصيا حدث معي هذا الأمر في الكثير من الأوقات. الشيء الآخر الذي هو من أهم الأمور وهي المنبه. يجب عليك أن تقوم بضبط المنبه، منبه الهاتف. فنحن الآن لا نحتاج إلى تلك الساعات القديمة التي تقوم يعني تدقيقها لكي تقوم بتنبيهك في وقت معين مثل السادسة أو الخامسة أو السابعة صباحا. لا، الآن لديك الهاتف، يمكنك استخدام الهاتف العديد من الأمور ومن بينها المنبه. فالمشكلة التي يواجهها الكثير منا عندما يقومون بضبط المنبه وهو أن المنبه يقوم بتنبيهنا ولكن نطفئه ونرجع إلى النوم. فالحل الأمثل والسهل لهذا المشكل وهو أن تضع التليفون أو الهاتف أو السمارت فون في مكان بعيد عنك أو بعيد عن المكان الذي تنام فيه، مثلا بعيد بثلاث أمتار أو أربع أمتار أو حتى خمس أمتار. عدت إليكم من جديد، انتهت البطارية فانتهى الشحن. من بين الأمور التي تجعلك تستيقظ باكرا وهي أنك تتشجع لعمل بعض الأمور. مثلا عليك قبل النوم أن تسطر مجموعة من المهام والأهداف التي سوف تقوم بتنفيذها في اليوم بكامله، فهكذا يمكنك أن تتشجع لتنهض، كما نسميها الموتيفيشن أو التحفيز. فعنصر التحفيز مهم في كل الأعمال. هناك طرق أخرى وهي العادة الأربعونية، ينصح بها أطباء النفس، التنمية البشرية وتطوير الذات. يقولون أن هناك نظرية تقول بأنك إذا ابتعدت عن عادة سيئة، مثلا النوم في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر، إن ابتعدت عنها لمدة 40 يوما يعني شهر وعشرة أيام فسوف تبتعد عنها بشكل نهائي وسوف تتخلص من هذه العادة السيئة. يمكنك أن تأخذها بعين الاعتبار. أنا شخصيا طبقتها في العديد من الأمور في حياتي وتغيرت الحمد لله، أمور سلبية إلى أمور إيجابية. في فيديو آخر إن شاء الله سوف نتحدث عن أكثر عن مجموعة من الخطوات المهمة والسهلة التي سوف تجعلك تستيقظ باكرا. أشكركم على المتابعة، أتمنى تشتركوا في القناة وأن تدعموا هذا الفيديو بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركوا مع أصدقائكم. ولو كان لديك متابع واحد على تويتر وعلى فيسبوك فسوف يستفيد وأنت سوف تأخذ الأجر على ذلك إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. كان معكم سعيد.